Mm-hmm. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في فن التعامل عبر هذه الشاشه قناه اثراء تلفزيون دوله الكويت ودائما نسعد بهذه المتابعه منكم ايها الاحبه. اليوم حلقتنا ان شاء الله تتحدث عن فن من التعامل النبوي من النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهي كيفيه التعامل مع الاطفال وتنشئتهم منذ الصغر. اذا نرحب باسمكم بضيفي الفاضل الدكتور ماجد العنزي حياكم الله دكتور واسعد بلقائك. يا مرحبا. دكتور ماجد السؤال المهم كيف الانسان الان في هذا الزمن ينشئ اطفاله يعني في ظل السوشيال ميديا وفي ظل تاثرهم بثقافات متعدده، لذلك كيف يعني نتاسى بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكيف كان يؤسَ يعني يربي اطفاله وينشئهم. وهو ما في شك بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. صحيح. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ولذلك اذا اردت طفلا يافعا غدا رجلا يملك قراره وتقدر تتكل عليه أو تعتمد عليه على أشياء كثيرة نعم. في إنجاز أشياء مهمة تهم المسلمين عموما أو الدولة أو أسرته يجب أن تنشئهم ذو الصغر ولذلك خير قدوة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكان تنشئة الأطفال في بيت النبوة أو في عصر النبوة مختلفة تماما أهم شيء في التربية هو القدوة أهم شيء إذا لم تكن تفعل ما تقول والا اغسل يديك مما طلبت من اولادك أه. تروح تربيهم على شيء وانت قاعد تخالفهم يعني التربيه بالقدوه اهم شيء بالفعل يعني ما يصير انا اقول له والله اترك هذه الالعاب او اترك هذه السوشيال ميديا ساعات تاخذ من وقتك ونتلبي. وانا 24 ساعه قاعد اتواصل مع الناس ويشوفني انا اون لاين ولا أو شيء وتقول له وانت ما تصلي بالفعل. بالضبط <applause> روح صلي الفجر وانت نايم روح اقعد أه. مع ال... وانت نايم ما يجوز بالضبط. ولذلك لا يمكن ان يقبل الاولاد ما يدعوهم اليه ابائهم اذا كان الاباء مفرطين مم. فاول شيء القدوه الحسنه يا اذا طلبت شيء يجب ان تكون يعني قدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم على التعليم على, على 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 تعليم الشريعه في البدايه لان العلم الشرعي علم العقيده علم الفقه هو الذي يربي هذا الطفل على ان يخرج الحياه يعني مثلا ابن عباس يوم الايام جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه امامه شنو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آه. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فأعطاه دعوة مم. ابن عباس يرفل في نعم هذه الدعوة إلى يومنا هذا الله ففقهه الله سبحانه وتعالى بالدين وعلمه التأويل واليوم هو إمام المفسرين الأمة يا سلام عليك ولذلك كل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعاً وكان عملياً وكان فيه تربية وفيه دعوة صادقة شميل. من القلب. كان بعض الصح... كان يمر على الصبيان ويسلم عليهم نعم. أي السلام عليكم أيها الصبيان فالصبي الصغير لما تمر عليه يقول السلام عليكم طالع الله كبرى يا سلام. عمي ولا جاري قاعد يسلم علي أنا تحسس بقيمته منذ صغره ثقة بالنفس من, من يومنا صغير يتعلم مم. ولذلك علموهم الصلاة وهم أبناء سبع جميل. خلاص بعد السبع سنوات يجب أن يتعلم دكتور اول خطوه لصنع هذه الشخصيه عن طريق الدين وليس غير الدين يعني العلم الشرعي. يجب ان يكون نعم. تربيه دينيه،, دينية. لانك اذا ربيته على غير التربيه الدينيه راح يصعب عليك تربيته فيما فيما بعد، ممتاز. انا اعرف بعض الشباب ربوا عيالهم على اللغه الاجنبيه مم. مع ان لغة لغه العرب، لغه القران، لغه الاسلام. مم. وما أن يتعلم لغه اخرى صحيح. ولكن اول شيء انا اعلمه لغته ثقافته هسه مكسر باكر كلامه لغه القران الكريم لما كبر الولد قام يلبس غتره وعقال ما قام يسولف كلمتين عربي على بعض برضه برضه. فصار الأبو يستحي ياخذ معاه ديوان طيب انت اللي علمته وانت اللي وهكته وانت مم. اللي سوي فيه أهم لغته الاصلي اهمل لغته الامر الثاني اهماله في الدين فلما يتكلمون مم. لانه هو في مجتمع مسلم مم. لما يتكلمون في مساله مسالتين في الدين هو ما ضايع مو عارف السالفه صحيح نروح عندنا فاصل وراجع معك ان شاء الله تعالى. اذا احبتنا فاصل وراجع لكم خلكم معنا. <applause> اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في فن التعامل ارحب من جديد بضيفي الفاضل امام المسجد الكبير الشيخ الدكتور ماجد العنزي حياكم الله دكتور من جديد. دكتور أيوة. ماجد ذكرت قبل قليل ايضا يعني مساله مهمه في كيفيه تربيه الابناء وهي يعني ان تعلم وتنصح في امور دينه. دكتور كان هناك موقف حينما كان عبد الله بن عباس رديف النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي علمه ايضا امور متعلقه بالدين واجب التربيه بالضبط نعم. وهذا المهم وهذا اللي اشرنا له. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رديفه ابن عباس رضي الله عنهما على حمار فقال يا غلام نعم. يعلمك نعم. اني, آه. أعلمك. نعم. نعم. اني اعلمك كلمات اني احبك واني اعلمك هذاك معاذ معاذ اسف قال اني اعلمك كلمات هذه الكلمات عشان انا اخلي اذنه صاغيه يعني عشان يستمتع عليك صحيح اعيروني القلوب والاسماع هكذا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فقال الغلام في قلبه الان اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صح. فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ولذلك حفظ الله سبحانه وتعالى مو اني احفظ اسم الله جل وعلا لا احفظ اسماءه وصفاته واحفظ عن الله ما يريد سبحانه وتعالى واراقب الله عز وجل في تصرفات احفظ الله يحفظك هذه القاعده تقرب او تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده ثم علمه في سياق الحديث اشياء كثيره متعلقه في العقيده في التوحيد في التوكل على الله سبحانه وتعالى واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك انا اعلق في الايمان بالقضاء والقدر وما اراد الله سبحانه وتعالى وان اجتمعوا على ان يضروك ترى راح يضرك الا الله سبحانه وتعالى او باذن الله سبحانه وتعالى على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص لتعليم الصحابه رضي الله عنهم وهم صغار صحيح. واذكر انا ما ادري اعتقد قلتها في احدى الحلقات لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجيش جيشا على راسه نعم. اسامه بن زيد، اسامه كان عمره 14. صحيح. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وعلم ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤمر اسامه، ما قال له خلاص راح النبي شوف غيرك الحين، لا امره عليه. قال ما كان لي يعني ان اغير ما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم، فهكذا كان يربون ابنائهم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ورحمته شديده صلى الله عليه وسلم بهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى امرنا احنا كلنا كمسلمين ان ندير على اهلنا صحيح. يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الأهل ترى مو بس الزوجة صحيح الزوجة والأولاد صحيح قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأنا شلون أقي نفسي واقي زوجتي واقي أولادي النار ترى مو المقصود هي الزوجة فقط الأهل أهل بيتك زوجتك وأولادك ومن تعول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اليوم انا شلون احمي بيتي؟ شلون اربي اهل بيتي تربية اسلامية صحيحة، ترى النشأة الاسلامية هي اللي تريحك تريحك وتريح الوالدة وتريح امهم وتخليها كفيلة في انهم يعني يشوفون امورهم المستقبليه من وجهه نظر اسلاميه الاسلام شنو يبي واقول للناس الحسنه اني اخلاقي معاك تكون جميله اتكلم معاك بالحسنى لما اشوف واحد مار اكبر مني اقول له يا عمي لما اشوف واحد صغير اخذه بحنان وعطف صحيح. ولطف ما اغش ما اخدع الناس ما تبي من احد شيء كل واحد عنده اليوم بيته وسافر الله الحمد والحمد. وبهالدوله اللي فيها الخير والبركه عم هذه عم. معاشات موجوده وكل شيء موجود ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فضل الله سبحانه وتعالى اللي محتاجين الناس من بعض الكلمه الطيبه اللي محتاجين ان نكون جيران على قدر من المسؤوليه حسن جوار حسن تعامل اللي محتاجين في الدواوين ان نحترم الكبير ونعرف شرف الكبير وقدره ونعرف كذلك قدر الصغير ونحترمه ولذلك انا استغرب اليوم اكثر دواويننا نقعد مع الشيبان دقيقه سوالف وبعدين تليفوناتنا هذه مشكله هذه هذه مشكله عظيمه صحيح. يعني الشايب ترى ولا كبير السن لما يشوف الجميع ما هم حاله ولا هم حوله كل واحد بتليفونه لاهي ما يبيهم صح انا مو جامعكم اليوم علشان وهذه نقولها دائما في الزوارات اللي تكون رايحين الى الوالده ولا الوالد بالضبط يعني انت قاعد معانا ولا مع غيرنا معانا جسدا لكن فكرك مو معانا وتليفونك ماخذك من مجاميع جروبات ماخذتك من نعم عائلتك فعلا يعني ابدعت في الحلقات دكتور ماجد جزاك الله خير والله ما تخلون واحد يسولف والله اثريتنا ما شاء الله عليك جزاك الله خير نشكرك على تلب الدعوه على وجودك معنا وان شاء الله نلتقيك في لغات مقبله ان شاء الله تعالى إن شاء الله كل اشكرك دكتور ماجد الله يطول عمرك شاكر لكم ايضا نشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام نتركونا ان شاء الله في حلقه مقبله من هذا البرنامج فن التعامل حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته